T'as toujours rien compris ? T'es qui a pissé ? بفضل الله وفي إطار الجهود المبذولة في سياق تطبيق وتجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية، نشرف بحول الله وبحضور عائلة الشهيد ابنة الشهيد زيغود يوسف حاضرنا اليوم، وكاتب السيناريو والمخرج وثلة من الفنانين الجزائريين. نشرف بحول الله على إطلاق فيلم، تصوير فيلم طويل يروي لنا حكاية. وأيما حكاية، حكاية القائد الرمز البطل زيغود يوسف. فأسأل الله التوفيق والسداد للجميع.